في أحد أقوال عزيز دين زلفقار من التحريات الصحفية إذا أذنتيلي بيقول إن أي امرأة في الوجود لا يمكن أن تغير خطوة في مجرى حياتي. سكتي ليه؟ إيه التوقيت أو إيه الـ يعني مضمون الجملة دي؟ عقب طلاقه الأول. يعني يمكن دي كانت تعبير أو انعكاس لشعوره بالمرارة أو لجزء اللي كنا بنتكلم فيه لشعوره بالعذاب أو بالألم. فطبيعي إنه ممكن يقول مثل هذه الجملة، لكن لا أعتقد إنها تمثل ما كان يؤمن به، إذا كنت ده قصدك. نعم. تجاه المرأة بشكل عام كان إيه إيمانه للمرأة؟ أنا أعتقد إنه كان بيؤمن بأهميتها وبدورها. بعد طلاقه من السيدة فاتن حمامة، حضرتك قعدتي فين؟ قعدت معاها، مع مامتك. أيوه. كل الفترة. أيوه. كان بيشوفك من حين لآخر؟ طبعا كل أجازات كنت بسافر معها، في كل الأجازات كنت بتشوفيهم. أيوه. دايما باستمرار. أيوه. كل يوم خميس وجمعة. كان بيكلم المدرسة. كان بيكلم، كان إيه المناقشات الدائرة بينكم مع بعض؟ لا كان دلع. كان كله دلع. لأنه كان بيشوفني في وقت قليل. يعني الأجازات فكان كله دلع. يعني ما قدرش افتكر مناقشات معينه. ما كانش في مناقشات. كنت مستمره الدلع ده؟ انا كنت مبسوطه قوي طبعا. ما كانش حد ممكن يقول لي حاجه. استاذ فؤاد، انت عرفت عز الدين زلفقار عن قرب؟ قوي. ايه مداخله؟ لان انا لو حد سالني وقال لي فؤاد المهندس ايه، هقول له عرفته عن قرب وادعي. يقول لي طب قول لي ايه، هقول له طفل مدخله الحنان. انا غلطان؟ لا تمام. صح؟ تمام. ومالك بتقلب صوت فاطي ليه؟ طب عايز تدي الفقر ايه بقى؟ طفل. مش عايزه كلام. طفل ده يعني اول طفل. يعني طفلي بمعنى الكلمه. نعم. كان طفل لدرجه انه يعيط بسهوله جدا. يعني اي مشهد فيه بكاء يعيط، اي مشهد رومانسي قوي وفي حب قوي يعيط. دينا زلفقار، لما كان رحيل المخرج الكبير عز الدين زلفقار كان عندك عمر قد ايه؟ سنة ونص. لم تشعري بأي شيء على الإطلاق. تماما. الحقيقة. تماما. ولا تكادي تذكري ملامح وشه؟ لا، من الصور. من الصور. من الصور. هل تتبعت الصور بعد كده؟ هل قعدت تتفرج عليها؟ يعني عايز اعرف كتير. منك ازاي بقى وانت عندك كم سنه كنت تعمل الحكايه دي؟ يعني اول بقيت 7 8. الحقيقه مامي كانت دايما توريني صور وتوريني قد ايه ان هو كان هايل وكان مخرج عظيم يعني. ودي. نعم. حاجه ما ابتديتش احس بيها الا لما ابتديت استوعب الافلام اللي بشوفها. فعلا لقيت الافلام ما فيش نسبه قد ايه افلام يعني صادقه بتحس بكل حاجه في الفيلم. يعني بتحس. نعم. فيلم كله كامل في احساس. يعني لدرجه ان يعني في افلام بتفرج عليها لغايه دلوقتي، يعني شوف معموله من كام سنه بتاعته بحس بيها وممكن اعيط وانا بتفرج عليها. طب وانت عندك 13 سنه بتذكري من تفاصيل الصغيره في حياته داخل البيت، هل هو مثلا كان ليه أوضة فن لوحده مثلا؟ كان ليه مكتب. بس كان ممكن يقعد يكتب في أي حتة، يعني مش بس في المكتب. كان ممكن يقعد في أي حتة في الأوضة يكتب. إيه النصايح سمعتيها منه بقية في وجدانك حتى النهار؟ بحاول أفتكر. لأن دي حاجات طبعا بقى لها وقت طويل قوي 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 وكنت صغيرة أياميها. مهما كان، لكن نصيحة منهم كان إني أبتعد عن الفن. كان محق؟ أكيد. ليه؟ هل هو كان خايف على بنته من هذا الجو؟ تقديرك إيه؟ اللي أنا شايفة إن يمكن السينما زمان غير دلوقتي. ما أقدرش أقول إن في حاجة غلط دلوقتي، لكن ممكن تكون دلوقتي بتستوعب الممثل بالكامل من الصبح بالليل الصبح تاني يوم كده يعني. بس ألم يحاول عز الدين زلفقار أن يجتذبك للسينما وأنت تتمتعين بوسامة خاصة؟
لا انا كنت بعمل واحنا صغيرين حفلات، وكنت في الحفلات اللي بنعملها بنات عمي و... وكانوا هم يبقوا المتفرجين يعني صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقار و... ونعمل لهم حفلات. انا كنت بخرج الحفل، كنت بألف التمثيليه يعني برضو بكتبها واخرجها برضو جانب الفن اللي انت حبيتيه الاخراج. ايوه، وكنت صحيح في المدرسه والجامعه كنت بمثل كتير و... وكنت يعني طبعا ما بقولش انما كنت بأجيد في حدود الاطار المدرسي، لكن هما شجعنيش على ده، وهما بصفه عامه عمامي والدي ما كانوش بيشجعونا على هذا الاتجاه. نعم. لكن كانوا بيحسوا انه ده هيطغى على حياتنا الخاصه وقد يؤثر على فرصتنا في السعاده. تعتقد الفن بيجور على سعاده الانسان؟ تهيألي ما يبقاش في حريه شخصيه للانسان يعني للانسان. يعني. بنتك فاتن الصغيره فكرت فيها في الفن؟ هي فكرت في الفن. وبعدين؟ وبعدين قررت انها تذاكر. يعني هي فكرت الفن. فكرت. لكن خدت قرار انها تذاكر. خدت قرار ان الفن ده يمكن يجي بعدين. لكن بتدرس ايه؟ دلوقتي بتدرس صيني. صيني؟ ايوه. لغة صينية. لغة صينية. وتاريخ صيني وكله. ايه الحكمة؟ الحكمة بان هي وتاريخ صيني؟ ايوه تاريخ وسيفيلايزيشن وكل حاجه وحضارة. مش بس لغه يعني كل شيء عن الصين. كل حاجه كل شيء عن الصين. لما تقعدي تتفرجي على افلام عز الدين ذو الفقار الان، ايه الشعور اللي بينتابك؟ بعيط. في السينات طبعا. لان طبعا. هو كان بيحب السينات وكل الناس بتاعت مش انا بس. تمام. وبضحك في افلام وبحب اتفرج عليها. يعني في افلام بتفرج عليها كتير قوي. منها شارع الحب مثلا. ليه؟ بموت في الفيلم ده. لا انه فيلم هايل. هل فيلم رد قلبي بيعبر عن انعكاس عز الدين ذو الفقار لاحاسيسه الوطنيه، خصوصا ان ده من الافلام اللي احنا بنسميها شهادات هامه؟ ما فيش شك. نعم. عز الدين كان وطني وسائر. وكان قوه شخصيته انه ما بيتحملش اي حاجه ما يرضاش عنها. طيب اذا سمحت في هذه الرحله، من المهم جدا ان انا لما اقول ان فلان سائر لابد ان اعود الى منابع الوجدان. ايه تاصيل هذه الثوره؟ هل فتح عز الدين ذو الفقار عينيه على شيء اثاره على مشاهد في الحياه ضايقته؟ لا، هو في الفتره دي سنه في الثلاثينات. نعم. كان فيه مد قومي ووطني جامد جدا في مصر. كان ليه اثر عنده؟ وكان الناس لهم شخصيتهم كويسه ولهم روح زعامه على الموجودين، كانوا بيخشوا في هذا الجو وما فيش في شك وبيتحمسوا له جدا. نعم. يعني انا اتذكر ان هو كان في مدرسه فؤاد الاول الثانويه في سنة 36، وكان في العساكر بره بتضرب بالنار، وكان المدارس تطلع وتخرج تعمل مظاهرات وتخرج على العساكر يجروا. هو كان بيقود المظاهرات؟ كان من ضمن في مظاهرات كتير كان بيقودها. وهو كان على سنه خمسه مندوب سنة خمسة في لجان الطلبة. وأنا كنت عن سنة أولى. عز الدين ذو الفقار والسياسة. كنت بتحس إيه هويته السياسية وأنت كنت قريب منه؟ لا، أنا كنت بعتبره راجل وطني جدا. نعم. قد نختلف أنا وهو في رؤية. نعم. ولكن تحترم وجهة نظره وتقدر وجهة نظره. ما تنساش ان هو اللي حضر فيلم جميلة، وهو اللي حضر فيلم صلاح الدين. نعم. لولا مرضه ونقل الفيلم المخرج اخر، هو اللي كان هيعمل الفيلمين وكانوا جاهزين سيناريو، يعني مش المخرج الاخر اخد فكرة ولسه. ده كان فيلم جاهز للتصوير. لما حصلت حرب فلسطين وحصلت بعد كده حروب اخرى ومنها اخرها ايام 56، أين كان عز الدين ذو الفقار؟ عز الدين ذو الفقار كان من ضمن السائرين في الجيش. يعني إيه السائرين؟ يعني كان في مجموعات أكثر من مجموعة، ومنها ضباط الأحرار أو أهمهم ضباط الأحرار، كانوا سائرين في الجيش على الأوضاع الموجودة في البلد.
عزيز الفقراء كان من ضمن هيئات اخرى وجمعيات اخرى او اخوات مجموعات اخرى كانوا كان سائر على الاوضاع الموجوده. ده قبل ثوره يوليو. قبل الثوره. اذا ده كان عنده مبادئ يعني لو انا قلت عز الدين ذو الفقار والوطنيه ده دليل لها. ده كان اولا زعيم مدرسته باستمرار في ثانوي. هو زعيم المدرسه مدرسه الاب الثانويه. وكان في كل ادوار الوطنيه له باع كبير فيها. ولما قامت نجحت الثوره طبعا بصرف النظر ان هو كان من الكتله اللي عملت الثوره او لا الا انه طبعا تحمس ليها جدا. وكان يعرفهم كلهم طبعا. بحكم سائريته وبحكم انه ضابط معاهم وفي سنهم ومن دورهم. وما انساش ان هو يمكن من اسباب مرضه الكبيره او الروماتويد ده جاله. من عمليه سنه 56 راح هو ومصور عشان يصوره بتكليف من القوات المسلحه عشان يصور العدوان والاحتلال الانجليزي لبورسعيد. وفي حته من الوقت من الاوقات اضطر ان هو يقعد 24 ساعه في المايه في الشتاء. يا ساتر. 24 ساعه تحت المايه مخبي وشه مش ظاهر غير راسه يتنفس بس. في الشتاء كل ده عشان يصور بورسعيد اثناء الاحتلال المعارك بتاعت بورسعيد. في احد احاديثه الصحفيه قال مره انا من مدرسه إيليا كازان. هل ده صحيح؟ اكيد. يعني انا حقيقة ما فكرتش في المساله من وجهه إيليا كازان بالذات، لكن انا فكرت فيها في تاثره، بحس بتاثره العميق بالسينما الامريكيه. وطبعا بما فيها إيليا كازان اكيد، من خاصه من حيث اهتمامه بالممثل. لا انا ما بحبش الكلام ده. لا مؤاخذه لا معاك فضل. يعني فلان زي فلان وفلان بيقلد فلان، انا بالعكس انا بعتقد ان عز من القلائل في السينما المصريه اللي لهم شخصيه في اعمالهم. تقبله او ترفضه ده موضوع اخر، ولكن راجل كان من الصدق ان له شخصيه وشخصيه مستمره من فيلم لفيلم ايا كان الفيلم، يعني فيلم عاطفي، فيلم غنائي، الفيلم الاخر فيلم بوليسي، ولكن يجمع بين الثلاثه شخصيه متفرده واحده. مين عمل المشعل بعده من مخرج السينما؟ كان عمي محمود ذو الفقراء الله يرحمه. انا حسيت ان هو بعد وفاه عمي عز الدين كان اقرب ما يكون الى اسلوب عز الدين، الاسلوب الرقيق الحساس الشعري اللي هو اشتهر بيه. اقدر اقول مش واحد بس، انما هو كان له اصدقاء ومحبين ومقدرين لفنه. يعني الاخ فطين الله يرحمه، الاخ كمال الشيخ، احساسه بيوسف شاهين وتقديره لما سالوه قدامي المسؤولين في مصلحه الفنون، كان في دراما كبيره جدا موجوده بالنسبه لصلاح الدين او لفيلم صلاح الدين لما عين وما قدروش يستنوه. نعم. فقال لهم محدش يقدر يعمل الفيلم ده غير يوسف شاهين بعدين.